نائب عمدة فيينا يدعو الحكومة للحد من البيروقراطية في منح الجنسية. تقرير استخباراتي يؤكد أن النمسا وكر آمن للجواسيس حول العالم. ارتفاع حالات إفلاس الشركات في النمسا العام الماضي بنسبة فاقت التوقع. إعلان فيينا منطقة عالية الخطورة بإنفلونزا الطيور بعد العثور على بجعة نافقة. عراقي يتسبب بفوضى كبيرة في مدينة لينز بالطعن والسرقة والهجوم المسلح. السجن 14 عاماً لسوري طعن زميله في دورة اللغة. مرحباً بكم بنشرة الأخبار على النمسا ميديا لهذا اليوم. دعا نائب عمدة فيينا كريستوف فيداكير الحكومة إلى الحد من البيروقراطية في الحصول على الجنسية النمساوية، مؤكداً على تخفيض مدة الحصول عليها في فيينا بنسبة 25%. ودعا نائب العمدة لتبسيط تدابير إجراءات الجنسية لأن الإجراءات طويلة بسبب الوضع القانوني شديد التعقيد، مؤكداً أن الماجستيرات MA35 أجرت ما يقارب من 400,000 اتصال مع العملاء، والهدف هو تحقيق زيادة بنسبة 50% في قبول طلبات الجنسية. أكدت وكالة الاستخبارات النمساوية في تقرير لها أن النمسا منطقة عمليات مفضلة للخدمات السرية لعناصر المخابرات من روسيا والصين وإيران وتركيا لعقود من الزمن. وحسب التقرير فإن أحد أهم أسباب ذلك هو الوضع القانوني الذي يجعل النمسا جذابة بسبب التهديد المنخفض نسبياً بالعقوبة. وأشار التقرير إلى استخدام السفارات والنوادي والمراكز الثقافية ووكالات الأنباء وشركات الطيران كغطاء لعملهم الاستخباراتي، وأن الذين يعملون في السفارات يحمون أنفسهم بالحصانة الدبلوماسية ولا يقتصر نطاق عملهم على النمسا فحسب، بل يمتد إلى كامل أوروبا. ارتفاع عدد حالات إفلاس الشركات في النمسا بنحو 65% مقارنة بالعام الماضي، كما كانت هناك زيادة في حالات الإفلاس الشخصي وفقا لرابطة الدائنين في جبال الألب. وذكر التقرير عن وجود ما يقارب 5,000 حالة إفلاس، كما أدت إلى تعرض أكثر من 11,000 وظيفة للخطر، وارتفاع عدد حالات الإفلاس في القطاع الخاص إلى ما يقارب من 9,000 حالة. أعلنت وزارة الصحة النمساوية أن فيينا منطقة عالية الخطورة بسبب اكتشاف فيروس إنفلونزا الطيور في بجعة نافقة قرب نهر الدانوب. كما طلبت وزارة الصحة النمساوية من مالكي الدواجن في فيينا تشديد احتياطات السلامة، وحسب الوزارة هناك زيادة في حالات نفوق الطيور البرية في فيينا والنمسا السفلى، ويعتبر فيروس الإنفلونزا مرضاً شديد الخطورة على الحيوانات، وانتشرت الإنفلونزا الطيور في أوروبا بشكل قوي في الأعوام الماضية. أكد مكتب المدعي العام في لينز أن العراقي الذي طعن زوجته وأصاب ضابطي الشرطة له تاريخ طويل في العنف. وحسب ما ذكرت ORF مارس العنف ضد زوجته السابقة، حيث أنه هاجمها مرات عديدة، ووقع الهجوم بالسكين صباح أمس الاثنين في شقة المرأة الرومانية بدافع الغيرة، وداهم بسيارته نقطة تفتيش تابعة للشرطة، وتسبب في وقوع إصابات خطيرة لشرطي وشرطية، وسلب بندقية الشرطي واستولى على سيارتين. أصدرت المحكمة الجنائية في فيينا حكمها على الشاب السوري بالسجن لمدة 14 عاماً والذي طعن زميلاً له في دورة اللغة الألمانية، والحكم قابل للطعن. وحسب ما ذكرت صحيفة هويته فقد تمت محاكمته يوم أمس الاثنين، وكان المتهم قد طعن زميلاً له بسكين 3 مرات في يوليو الماضي، وبالكاد نجا بفضل التدخل الشجاع من بقية الزملاء في الدورة والإسعافات السريعة.
كانت هذه نشرتنا لهذا اليوم، أمسية سعيدة، إلى اللقاء.